أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا لم يتحدث العبد بنعم الله تعالى عليه خوفا من العين، فهل ينافي عدم شكر النعمة، أم أنه يتوكل على الله تعالى ويتحدث بنعم الله عليه ككثرة الأموال والأولاد والأنعام؟ الإنسان لا يترك شيئا من دينه خوفا على خوفا من العين وخوفا من الناس، لأن الشكر من الدين، فهو يشكر الله على نعمه ولا يترك ذلك من أجل الخوف من الناس. نعم.